رايك بإطلاق النار؟ موضوع وقف إطلاق النار، إذا كان وقف إطلاق النار بيخدم الشعب السوري وبيخليه يعيد أنفاسه لمتابعة نضاله، إذا ما التزم النظام وحلفائه بوقف إطلاق النار فهذا شيء جيد. ووقف إطلاق النار نعتبرها أنه هي فترة استراحة الفارس لفترة زمنية. نحن مع وقف إطلاق النار، ولكن إن بدون لا يوقفوا مع جبهة النصرة. جبهة النصرة واقفة معنا يد بيد، واقفة معنا بالخنادق، ونحن صرنا 5 سنين عم نقاتل، ونحن إنا شهداء، ورحنا أولاد ورحنا نسوان. نحن إذا ما وقفوا عن جبهة النصرة إحنا ما بنوقف. هلا نحن مع وقف إطلاق النار، بس لكن ما مع إنه يضربوا جبهة النصرة، لأن جبهة النصرة منا وفينا صار لهم 3 سنين عم يقاتلوا معنا جنب لجنب بنفس الصفوف وبالخنادق سوا، يعني والله يزيون هن أولاد البلد، ما فيهم ضل حدا غريب، كل اللي بقيان من أولاد البلد. طب ليش؟ منشان شو بتكون تقاتلوا؟ منشان شو بتكون تقصفوها؟ يعني ما هي إلا لإنقاذ الطاغية بشار وإيران وروسيا وتخفيف الأعباء الحرب عليهم. يعني روسيا وإيران تورطوا بهي الحرب، وروسيا يومياً تضخ مليارات الدولارات لقتالنا هون والطعم فينا والغدر فينا، وما هي إلا كمان لتسمين الخراف قبل الذبح. هلا بخصوص وقف إطلاق النار يلي تحدثوا عنه، وقف إطلاق النار في عدة أمور. أول أمر، أنت لما عم تحكي أنه وقف إطلاق النار بس هذا الأمر ما بيشمل لا داعش ولا جبهة النصرة، وإضافة لأنه حطوا بين قوسين انه الامر اللي بيحدده مجلس الامن. طيب مجلس الامن نحن مثل ما بنعرف تدخلت داعش، تدخلت روسيا لقتال على اساس قصف داعش، ومعها قصفوا المدنيه، يعني ان كان بمنطقه الغوطه الشرقيه لوحده خلينا نتحدث، بس ما في داعش، ومع هيك استهدفوا مقرات للمدنيه. هلا بالنسبه لوقف اطلاق النار انه ما بيشمل تنظيم جبهه النصره، هذا الامر غير يعني ما ظابط، انه تنظيم جبهه النصره يعني صار له عم يقاتل معنا 2 سنين وأكثر، يعني نجي هلأ ما يشمله وقف إطلاق النار؟ طبعاً أنا مع وقف إطلاق النار، مع وقف نزيف الدم. سال دم أطفال كتير، دم نساء، دم مسنين، دم مدنيين. كان طيران روسي عم يخصف مناطق مدنية وكلياتنا بيعرف هذا الأمر، وموافقة عالمية وأمومية. الوفد الأممي فايت جايب لنا مساعدات، نحن طلعنا تسورة مو كرمال مساعدات. نحن ما بدنا مساعدات، نحن بدنا أول شيء فك الحصار، ثاني شيء فك أسر المعتقلين. معتقلين صار لهم 5 سنين ما حدا بيعرف عنهم شيء. ثالث شيء نحفظ كرامة شهدائنا، نحن ما بننسى شهدائنا، دم شهدائنا ما بننسى. أخي الكريم، هلأ عم يتراود بالإعلام أنه تم تحديد جبهة النصرة هي الهدف المشروع لضرب المنطقة، فنحن هلأ لما بدهم يحددوا أنه جبهة النصرة بدهم يضربوها، إذن ما عيخلوا مدني، هي حجة وزريعة لضرب المدنيين. لكن أنا حأسأل كيري وحأسأل جميع زعماء العالم، إذا كنتم تريدون أن تضربوا جبهة النصرة فلماذا نستثني لواء أبو فضل العباس؟ لماذا استثنيتم حزب الشيطان؟ ما هم موجودين وقوة فاعلة تساند النظام في ضربنا؟ ألم تروا المجازر التي قام بها أبو الفضل العباس وجميع مرتزقة النظام وشبيحته؟ لماذا جبهة النصرة صنفتوها من القوى الإرهابية في المناطق هنا، ولماذا لم تصنفوا هؤلاء؟ هذا السؤال الذي يحير. بالنسبة لوقف إطلاق النار يعني مبادرة كتير حلوة، وشي يعني بوقف الخراب عن البلد، بوقف نزيف الدم، بوقف تشرد، بوقف نزوح يعني من داخل القرى ولا من داخل البلاد إجمالا، بداخل الغوطة الشرقية ولا خارج الغوطة الشرقية ولا داخل يعني سوريا، ما بادرة حلوة، وإن شاء الله نحن نتمنى تكون هالمرة صادقين معنا. أوقاف إطلاق النار، إذا نحن مع الأوقاف إطلاق النار، بس ضروري يكون بضم أوقاف النار جميع الفصائل، جميع الفصائل اللي بالغوطة الشرقية، لأنه كلياتهم عم يقاتلوا بخندقة واحد وعلى جبهة واحدة، ومنهم الجبهة جبهة النصرة اللي ما ضمها مو تحت انضمام جبهة أوقاف النار. ضروري يكون جبهة النصر، إذا بده يكون في أوقاف إطلاق النار يكون لجميع الفصائل بيناتهم جبهة النصرة. بالنسبة لوقف إطلاق النار مبادرة كتير حلوة، يعني خليه ينزف الضرب والقصف، يوقف الضرب من الطيران الروسي، وتعيش العالم براحة نفسية وأمان واستقرار. الله هيك يستخرنا الخير ويفرج علينا يا رب.